السلام عليكم ورحمة الله. دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة بشأن الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن كل الوعود بشأن إنهاء الحرب في القطاع باتت واهية، كما حذرت من أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت نقطة لا عودة. وقالت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لنا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها الدولة، إنه يتعين على دول المجلس أن تتخذ قرارات جريئة لمواجهة تطورات الأحداث في قطاع غزة، مشيرة إلى أن البديل هو ما يحدث في القطاع والضفة الغربية ويمتد إلى إسرائيل ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وأشارت معالي السفيرة إلى اتصال متكرر مع العاملين في المجال الإنساني في الأرض أو على الأرض في غزة وقصصهم البائسة التي لا يطاق سماعها ناهيك عن العيش من خلالها، وأردفت بأنه يتحرك المدنيون صعودا وهبوطا في هذا الشريط من الأرض في بحث يائس وغير مجد عن الأمان، وغالبا ما يقتلون أثناء هذه العملية. وأكدت بأن إسقاط قنابل تزن 2000 رطل على غزة لم يحدث منذ نصف قرن ويعرض حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني للخطر. وذكرت معالي السفيرة بأنه تم إعادة اكتشاف الحاجة الملحة إلى تحقيق لحل الدولتين كوسيلة للمضي قدما للخروج من هذا المأزق. وأضافت بأنه عندما يدعي القادة بفخر بأن عملهم كان منع حل الدولتين، وعندما يطالبون علنا بطرد الفلسطينيين من أرضهم، وعندما يهددون بشكل روتيني دولا أخرى بمصير مماثل لغزة، فإنه يتعين علينا أن ندرك الحاجة هنا إلى إعادة ضبط جذرية. وتابعت قائلة إن ما يحدث في غزة لا يتوافق مع هذا التعريف أو أي تعريف آخر للدفاع عن نفس، كما أشارت إلى أنه بوسعنا أن نختار فرض تكلفة سياسية وقانونية ومالية باهظة على التوسع الاستيطاني المتطرف والعنف الذي دمر الضفة الغربية وحرمان المتطرفين وممكنيهم العديدين أيا كان مظهرهم من شرعية القيادة.